البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته علينا أمين. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لا تساق بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا، لكي يفعلوا ذلك بفرح لا أنين، لأن هذا غير نافع لكم. صلوا لأجلنا، لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا، راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي، ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين، آمين. وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلمة الوعظ، لأني بكلمات قليلة كتبت إليكم. اعلموا أنه قد أطلق الأخ تيموساوس الذي معه، سوف أراكم إن أتى سريعا. سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين. يسلم عليكم الذين من إيطاليا. النعمة مع جميعكم. آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ شريككم، والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم وتعاهدوها، لا بالقهر بل بالاختيار، كمثل الله، ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث، بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين.
وتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه، فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له السلطان والمجد إلى الأبد آمين. بيد سلوانوس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا أمين. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الإخوة، اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب، وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. لم تزل كلمة الرب تنمو وتقصر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 20 بابا أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة من سنة 125 للشهداء اللي بتوافق سنة 409 ميلادية، تنيح القديس العظيم أنبا يحنس القصير. اتولد في طيبة اللي هي الأقصر حاليا من أبوين غنيين وتقيين،
ولما أصبح عمره 18 سنة اشتاق لحياة الرهبنة، فقابل راهب شيخ يعني عجوز وهو القديس الأنبا بموا، قال له: يا أبي ممكن تقبلني عندك؟ رد عليه: الحياة هنا صعبة مش هتقدر عليها. قال له: ربنا هيساعدني بصلواتك وإرشادك وهكون مطيع ليك. طلب الأنبا بموا من ربنا إنه يعرفه إذا كان يقبله ولا لأ، فظهر له ملاك الرب وقال له: اقبله علشان ده هيكون قديس عظيم. فقبله الأنبا بموا ولبسه ملابس الرهبنة وعاش في حياة النسك والفضائل الروحية. وكان الأنبا بموا عاوز يختبر احتمال القديس يحنس، فطرده وكل يوم يعمل له مطانية علشان يرجعه. وفي اليوم السابع خرج الأنبا بموا وهو رايح الكنيسة، شاف ملاك بيلبس القديس يحنس القصير إكليل على راسه. وفي يوم كان الأنبا بموا عاوز يختبر طاعته، قال له: خد العصاية دي وازرعها واسقيها. سمع الكلام على طول واستمر يمشي مشوار بعيد جدا يسقي العصاية لمدة 3 سنين. وكانت المفاجأة، العصاية أصبحت شجرة وفيها ثمر، فأخذ منه القديس الأنبا بموا وقدم للرهبان الشيوخ وقال: خدوا كلوا من ثمرة الطاعة. مرض الأنبا بموا وكان القديس يحنس القصير بيخدمه 12 سنة، وفي يوم مسك إيده وسلمه للشيوخ وقال: احتفظوا بيه علشان ده زي الملاك، ووصاه يسكن في مكان شجرة الطاعة وتنيح بسلام الأنبا بموا. أما القديس يحنس بنى دير عظيم في نفس المكان، كان في الوقت ده البطريرك البابا ثوفيلوس. لما كان بيرسمه قمص سمع صوت من السماء بيقول: مستحق مستحق مستحق، وعاش حياة الاتضاع. ولما هجم البربر اللي هم عصابات من شمال أفريقيا ترك البرية وراح على جبل القلزم في البرية الشرقية قرب السويس، وسكن في مغارة، وربنا بعت له واحد مؤمن كان بيخدمه ويقدم له احتياجاته كل أسبوع. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام في مغارته بجبل القلزم. وبعد فترة أبناء الرهبان أخذوا جسده البرية شهيد، وحاليا موجود في أنبوبة داخل مقصورة الثلاث مقارات القديسين بدير الأنبا مكاريوس الكبير ببرية شهيد. وربنا عمل معجزات كتير من جسده، بركة صلوات القديس يحنس القصير، فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، آمين. كهنتك يلبسون العدل وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك، أذكر يا رب داود وكل دعته كما أقسم الرب ونظر لإله يعقوب.
باسم الرب إله القوان، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. وجاء إلى كفرناحوم، وإذا كان في البيت سألهم بماذا كنتم تتكلمون فيما بينكم في الطريق، فسكتوا لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو أعظم. فجلس ونادى الاثنى عشر وقال لهم: إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. فأخذ ولدا وقامه في وسطهم، ثم احتضنه وقال لهم: من قبل واحدا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني، ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسلني. فأجابه يوحنا قائلا: يا معلم، رأينا واحدا يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا فمنعناه لأنه ليس يتبعنا. فقال يسوع: لا تمنعوه، لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شرا. لأن من ليس علينا فهو معنا، لأن من سقاكم كاس ماء باسمي لأنكم للمسيح، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. والمجد لله دائم.